سمو الشيوخ والتي تتنافس مع خبراء التضمير الذين يقدمون هذه الأسماء العملاقة لتحقيق الفوز والناموس خلال هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة والجميلة. نتابع هنا مشاهدينا الأعزاء انطلاقة الشوط الثاني عشر الخاص أيضا بالزمولة المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب سمو الشيوخ، كما نتابع البداية والمقدمة والمركز الأول مع هذا الانطلاق الرائع والجميل. يأتي المدير على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، يتولى عملية التضمير والتدريب. ننتقل إلى المركز الثاني، يأتي الواعي على المركز الثاني بهذا الانطلاق لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأيضا يمعة بن عتيق الرميثي، متابعا الواعي بالتضمير والعناية خلال هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثالث، لدى تواجد أيضا هناك رسلان من يأتي أيضا على المركز الثالث في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي المثير لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يقدم أيضا رسلان خلال هذا الانطلاق. ننتقل إلى المركز الرابع بتواجد أيضا مشاهدينا الأعزاء والتحديات أيضا سلهود الذي يحتل المركز الرابع بهذا الانطلاق لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم النينيبي، يأتي مضمرا لدى انطلاقة سلهود على المركز الرابع في هذه اللحظات. خامسا يأتي هناك الواش الذي يحتل أيضا المركز الخامس المملوك لهجن العاصفة، والواثق حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية تضميره وتدريبه. سادسا يأتي هناك ظبيان لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتولى عملية تضميره وتدريبه مع المركز السادس في هذه اللحظات. سابعا يتواجد أيضا مشاهدين الأعزاء وافي وافي يأتي مع المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، متولي عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة وافي خلال هذه اللحظات. بينما المركز الثامن يأتي هنا ملي على المركز الثامن لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يتولى عملية تضميره وتدريبه. بينما تاسعا هناك مشاهدينا الأعزاء ومن يحتل المركز التاسع في هذا الانطلاق بشعار هجن الرياسة وتواجد أيضا مشاهدينا الأعزاء عنيد مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الأخيالي، والمركز العاشر هنا التدخلات أيضا من هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير الذي يأتي بانطلاقة هملول على المركز العاشر خلال هذه اللحظات. بهذا مشاهدينا الأعزاء أكملنا نداءنا الأول للعشر المراكز المتقدمة من الزمولة المشاركة، وهناك أسماء تتواجد خلف العشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق نترقبها دائما ونتابع هذه الأسماء المنطلقة والمتنافسة مع خبراء التضمير ليقدموا هذه النوعيات بمسافة 8 كيلومترات، المسافة الكافية أيضا لجميع المضمرين بوضعية أيضا التبادل والانتقال من مركز إلى مركز متقدم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة. هنا الواعي يأتي أيضا ليحمل الرقم 1 ويحتل الصدارة في هذه اللحظات. الواعي الواعي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعة بن عتيق الرميثي يأتي لينطلق مع الواعي على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. هنا المدير 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 يأتي ليحتل المركز الثاني خلال هذه اللحظات وخلال أيضا هذا التحدي الرائع والجميل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، يتولى عملية التضمير. بينما ثالثا هناك رسلان يحتل المركز الثالث من الجانب الآخر.
لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين. بينما المركز الرابع ينطلق سلهود ياتي ايضا مع المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المره المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي يتولى العنايه والتضمير. الواش تدخل الواش احد الاسماء العملاقه المنطلق ايضا في هذا الشوط، وهناك اسماء ايضا مشاركه في هذا الشوط لا يستهان بها. جميع الزمول لها سجلات حافلة، جميع الزمول لها إنجازات عديدة شاركت في هذا الشوط. الواش 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 غير مشاهدين الأعزاء لينطلق هناك من الجانب الآخر في هذه اللحظات مع المركز الثاني لهجن العاصفة والواثق من قدراته، الواثق بخبرة التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتولى عملية تضميره وتدريبه. ننتقل ونتابع هناك، ها هي المجموعة الأولى للخمس المراكز المتقدمة، ونتابع هناك الأسماء القادمة المنطلقة في هذا الشوط. عنيد ياتي لهجن الرئاسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي خذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع ياتي ظبيان على المركز السابع لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. الله وصل هنا المشاغب متابعا لظبيان بعملية التضمير والتدريب خلال هذا الانطلاق. التحدي الجميل الانطلاق من وافي، وصل وافي، تسلل وافي، انطلق وافي في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي ياتي مضمرا لدى انطلاقة وافي على المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن الحذر وصل الحذر، تدخل الحذر، انطلق ايضا بالمركز الثامن لهجن الرئاسة خلف بن قصيبة الظهري. تاسعا ياتي هناك الوعب لهجن الشحانية سالم بن فاران المري مع ايضا انطلاقة الوعب. بالمركز التاسع المركز العاشر ينطلق عنيد لهجن الرئاسة. مبارك بن احمد بن مايد الخيالي والتدخلات الخطيرة. الله وصل هنا مشاهدين الاعزاء في هذا الانطلاق شاهين لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم. عبد الله بن طالب بن شريم تدخل هنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي. عادر ناقص العبور والمرور الى خط النهايه بانطلاقه هذه الاسماء التي تنطلق مع المقدمه التي تنطلق مع الصداره. الله يا الزمول ويا محلى الرقص مع الزمول، يا محلى المتابعه للزمول. هنا الزمول التي تنطلق لانها فحول المستقبل، انتاج المستقبل بمشيئه الله. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول، القياده والصداره، المقدمه والمركز الاول خلال هذا الانطلاق. لياتي هناك ايضا رسلان على مقدمه هذا الشوط، غير النتيجه، اعلن بالانطلاقه مع الصداره. رسلان من يحتل المقدمه لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين من يتولى عمليه تضميره وتدريبه. ثانيا ومن الجانب الاخر هنا والتدخلات هنا مشاهدينا الاعزاء المدير غير الى ايضا مرتبه المدير على مقدمه هذا الشوط. على المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين، وهناك التدخلات من سلهود. ياتي على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. وصل الواش، تدخل هذا الاسم، انطلق ايضا بشعار العاصفه وهجن العاصفه. حمد بن راشد بن غدير يتولى عمليه التضمير والتدريب. وفي وصل على المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي الدخول ياتي من الحذر، الحذر تدخل الحذر من الجانب الاخر لهجن الرئاسه خلفان بن خصيب الظاهري يتولى عمليه تضمير وتدريبه. وهنا ظبيان على المركز السابع في هذا الانطلاق. ظبيان لهجن الشحانيه ومحمد بن خالد العطيه المشاغب ياتي ايضا بانطلاق ظبيان على المركز السابع. المركز الثامن هنا الوعب لهجن الشحانيه سالم بن فاران المري ياتي بانطلاقه الوعب على المركز الثامن. تاسعا شاهين لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن طالب بن شريم. الله 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 انحسرت المنافسه، انطلقت الزمول، هنا تواجدت مع المقدمه. العوده الى الصداره، العوده الى المقدمه. الله يا
يا سلام يا سلام يا سلام، هناك المقدمة والصدارة، المركز الأول والقيادة، انطلقت الزمول وتواجدت أيضا على المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق الجميل. المدير 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 من يأتي على الصدارة، المدير من يأتي على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. ولكن سلهود غير النتيجة، سلهود انطلق مع المقدمة، سلهود أعلن بتواجده مع مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي، يتولى عملية التضمير والتدريب لدى انطلاقة سلهود على مقدمة هذا الشوط. المدير على المركز الثاني، وصل الواش، انطلق الواش مع المركز الثالث لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، يتولى التضمير والعناية. هنا شاهين على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأيضا عبد الله بن طالب بن شريب متابعا بالتضمير والعناية. الحذر الحذر على المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن الرئاسة خلف بن خصيب الظهري، سادسا ياتي هناك الوعد لهجن الشحانية سالم بن فاران المري. انطلقت هنا الزمول وتحدث مع الأمتار الأخيرة، وصلنا ودخلنا منطقة الأعلام الخليجية التي تأتي أيضا بالانطلاقات الرائعة مع هذه الأسماء. والمدير المدير هو صاحب الصدارة، ولكن الواش وشاهين الله يا سلام، الكوكبة الثلاثية الكوكبة الثلاثية هنا مع المقدمة مع المراكز المتقدمة. الواش الواش وشاهين والمدير، المدير والواش وشاهين، التحدي الأخير مع الأمتار النهائية. دخول أيضا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المركز الرابع سالم بن حمد بن هيان. ولكن انطلق المدير، انطلق المدير على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين. الواش الواش الواش، وصل الواش، وصلت العاصفة، تدخلت هجن العاصفة بانطلاقة الواش حمد بن راشد بن غدير. المدير والواش، الواش والمدير، المدير والواش، الواش والمدير، اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا الشوط. الواش انطلق، الواش انطلق، المدير ما دار صامد صامد المدير، ولكن الواش 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 الواش، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس أيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المدير لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، بينما ثالثا أتى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وخامسا الحذر لهجن الرئاسة. ما شاء الله، تحدي وإثارة حتى الأمتار الأخيرة، ولكن الواش هو من حقق أيضا ناموس هذا الشوط بالانطلاق مع اللحظات الأخيرة ليهدي ناموس هذا الشوط المميز والجميل للقاية، وليكون أيضا مسجلا هذا الإنجاز إضافة على الإنجازات السابقة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس الواثق حمد بن راشد بن غدير. 13 دقيقة 18 ثانية جزئين من الثانية، بينما المركز الثاني المدير لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان 13 دقيقة 18 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصادق فضل الأمين، بينما المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء ومن أتى ثالثا خلال هذا الانطلاق 13 دقيقة 21 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنئة لسيد عبد الله بن طالب.